أفضل الصلاة والسلام عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم، عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خطبنا في آخر جمعة من شهر شعبان فقال: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، إلى آخر ما ذكره من خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه الخطبة العصماء ذات المضامين العالية هي دستور عملي للمكلفين للاستعداد والتهيؤ لدخول هذا الشهر الفضيل والتزود من نفحات هذا الشهر المبارك. هذه النفحات القدسية الملكوتية الروحية المعنوية العالية الموجودة المودعة في هذا الشهر الفضيل، حتى يحصل الإنسان عند استعداده وتهيئة الظرفية والقابلية يحصل على مقامات القرب الإلهي ويحقق معنى الضيافة الإلهية، فيأكل ويشرب من جميع أصناف المائدة الإلهية المعدة للمكلفين في هذا الشهر الفضيل، باعتبار أن الإنسان في شهر رمضان هو ضيف الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يضيف عباده، فماذا يضيفهم من نعم، من كرامات، من أمور لم تخطر على قلب أحد إطلاقاً إذا توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، إذا فعلاً أحس الإنسان بقيمة هذا الشهر المبارك وعظمة هذا الشهر المبارك. هذا الشهر المبارك ينبغي للإنسان أن يحقق فيه معنى الصيام الحقيقي ظاهراً وباطناً، مو بس ظاهراً، يكف عن المفطرات التي ذكرها الأعلام في كتبهم وفي رسائلهم العملية، لا، حتى يكف عن الذنوب، عن المعاصي، يصوم صوماً حقيقياً، يحقق معنى الصيام الحقيقي لله عز وجل. فلذلك مضافاً إلى إمساكه عن المفطرات الظاهرية، أيضاً ينبغي على الإنسان أن يمسك عن المعاصي ويمسك عن الذنوب، وأن لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى، وأن يتوجه إليه بالطاعة. وهذا المعنى نلحظه في آخر هذه الخطبة المباركة، حينما قام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله وقال له: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر المبارك؟ فأجابه صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال
الورع عن محارم الله. هذه هي أفضل الأعمال، الكف عن الذنوب. ما تحتاج أنت إلى عمل، بس امسك نفسك عن المعاصي، امسك نفسك عن الذنوب، امسك نفسك عما لا يحل لك الإقدام عليه وفعله، من قول، من فعل، من حركات، من سكنات. بس هذا الإنسان لو يروض نفسه على هذا الأمر، يمسك نفسه عن المعاصي وعن الذنوب وعن المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، يفوز ويسعد في حياته الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هذا مهم جدا، ما يحتاج أنت تستغرق كثيرا في المستحبات. هذه هي النقطة، ابدأ من هذه، كف عن المعاصي، كف عن الذنوب، توجه إلى الله سبحانه وتعالى، اعمل بالواجبات، ابتعد عن المحرمات. هذا ينجيك، هذا يدخلك الجنة، هذا يجعلك تتحقق بمعنى الصيام الحقيقي. لنرجع إلى هذه الخطبة المباركة ذات المضامين العالية الصادرة عن منبع العصمة والطهارة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. انظروا إلى هذه الكلمات التي تعبر عن الكرم اللامتناهي لله عز وجل على عباده، والتي تعبر عن الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. انظروا إلى عظيم مغفرة الله سبحانه وتعالى على عباده وعوده على المذنبين منهم بالقبول والرحمة والتوبة والمغفرة. أفلا يستحق منا أن نشكره وأن نحمده وأن نتوجه إليه وأن نطيعه؟ الإنسان إذا شخص أسدى إلى معروف، أسدى إلى إحسان، غض عن سيئاته، غض عن الأعمال التي فعلها تجاهه، قابله بالإحسان، ألا يحبه؟ ألا يتعلق قلبه به؟ الله هكذا يحب عباده، ولذلك يصفح عنهم المرة والمرتين والثلاث حتى يرجعون إليه، تماما كعلاقة الأب مع ابنه. أنت ابنك مهما سوى ما يخرج عنك، بعد متعلق بك وأنت متعلق به، تريد له الخير حتى لو أساء. صحيح تشد عليه بعض الأحيان، تغلظ عليه، لكن تريد لمصلحته. صلوا على محمد وآل محمد. تفضلوا شيخنا، تفضل مولانا. فكذلك الله سبحانه وتعالى مع عباده، هكذا هي العلاقة والارتباط بين الخالق والمخلوقين. الله سبحانه وتعالى يحب عباده لأنهم مرتبطين به، لأنه هو الذي أوجدهم. فلذلك حتى ولو أساءوا هو يغفر لهم، لأنه يريدهم أن يرجعوا إليه، أن يؤوبوا وينيبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويقبلوا عليه. فلذلك وضع لهم محطات، هذه المحطات دعاهم إليه، دعاهم إلى المغفرة، دعاهم إلى التوجه إليه، دعاهم إلى التوبة، دعاهم إليه، إلى عبادته، إلى طاعته، وهو يغفر لهم في هذه
الأشهر أو في هذه الأزمنة ويصفح عنهم ويتجاوز عن خطاياهم ويكفر سيئاتهم ويقبلهم مع أنهم أساؤوا، مع أنهم أذنبوا، مع أنهم أخطأوا، كمثل الأب يغفر لابنه إذا رجع إليه ويتجاوز عن أخطائه، بل قد ينساها أصلاً بالمرة، ولك أن ابنه فعل معصية، ولك أن ابنه أساء الأدب معه، ولك أن ابنه عصى له أوامره، يقبله. كذلك الله سبحانه وتعالى يقبل عباده. فإذن في هذا الشهر المبارك، مضافاً إلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده دائماً إذا رجعوا إليه، هذه المغفرة من نوع خاص، وهذه الرحمة الموجودة في هذا الشهر المبارك رحمة من نوع خاص. فأي رحمة هي هذه الرحمة الموجودة في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان؟ أي مغفرة موجودة في هذا الشهر المبارك؟ فهو شهر رحمة مميزة، شهر مغفرة مميزة، تقصر عقولنا عن إدراك كنه هذه الرحمة وكنه هذه المغفرة التي يفيضها الله سبحانه وتعالى على عباده. نحن في شهر رجب ندعو بعد كل فريضة بهذا الدعاء: اللهم أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. هذه هي الرحمة الخاصة بشهر رجب. الله سبحانه وتعالى يعطي عباده جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، فكيف إذن هي الرحمة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده في شهر رمضان، هذا الشهر المبارك؟ أولا يستحق منا هذا الشهر اهتمام وجد ونشاط ورغبة في تحصيل هذه الرحمة وفي تحصيل هذه المغفرة وفي تحصيل هذه الكرامة التي ينالها أولياء الله وعباده الصالحون في هذا الشهر المبارك؟ انظروا إلى هذه العبارة: أقبل إليكم شهر الله بالبركة. أريد أن أقف على هذه المفردة بالبركة. ما هو معنى البركة؟ نحن ورد عندنا في كتاب الله عز وجل عدة أمور جعلها الله سبحانه وتعالى مباركة. من هذه الأمور بيته الحرام، يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فإذا البيت الحرام هذا مبارك. أيضا الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر أن القرآن، هذا الكتاب الذي أنزله على نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا كتاب مبارك. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا القرآن مبارك. أيضاً الله سبحانه وتعالى ذكر أن بعضاً من عباده مباركين، كالأنبياء، كالأولياء، مثل عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى: وجعلني مباركاً أينما كنت. أيضاً نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزلنا منزلاً مباركاً، مقاماً مباركاً، كما في قوله تعالى: وقل ربي أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين.
أيضاً عندنا ذكرت شجرة مباركة في القرآن، قال تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. طبعاً بعض التفاسير تقول بأن هذه الشجرة المباركة هي شجرة التوحيد التي يغرسها الإنسان في قلبه فتنمو وتتفرع أغصانها على جميع وجود هذا الإنسان. أيضاً عندنا ليلة مباركة وهي ليلة القدر، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. نأتي إلى معنى المبارك والبركة. البركة تعني نماء الخير وانتشاره، فالمبارك هو الذي ينفع الناس وينتفع منه الناس، هذا هو المبارك، نفاع للناس، كثير الخير، ينتفع منه الآخرون، وجوده خير، وجوده بركة، فيعلم الناس العلم النافع ويدعوهم إلى العمل الصالح ويربيهم تربية زاكية. هذا الإنسان المبارك كله خير، كله بركة، ينتفع منه الناس، ما أحد يتضرر منه. ولذلك في قوله: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني جعلني نفاعا للناس أينما اتجهت، أينما اتجه ينتفع منه الناس وتظهر الخير ويظهر الخير والبركة على يديه عليه أفضل الصلاة والسلام. المبارك مفاعل من البركة وهي الخير الكثير، فالمبارك من يفاض عليه خير كثير ويجعل الله سبحانه وتعالى فيه الخير ويخرج منه الخير، يعني يصدر منه الخير. وهذه البركة تشمل البركات الدنيوية والبركات الأخروية. فهذا الشهر المبارك، هذا الشهر الفضيل، شهر خير وبركة ينتفع منه الناس إذا عرفوا قيمة هذا الشهر، ينتفعون منه، يستفيدون منه. والله سبحانه وتعالى أودع في هذا الشهر المبارك جميع أنواع الخير وجميع أنواع البركات التي ينتفع منها الناس. والقرآن أيضاً الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر فازداد كذلك بركة بنزول القرآن فيه، أيضاً القرآن ينتفع منه الناس، يأخذون منه خيراً كثيراً، يستفيدون منه في واقعهم العملي إذا اتبعوا تعليماته. ولذلك الله سبحانه وتعالى أودع في شهر رمضان وكذلك أودع في القرآن البركة والخير الكثير، فالقرآن يهدي الناس للتي هي أقوم، ويهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني طرق السلامة والأمان والنجاة إذا اتبعوا هذا القرآن وعملوا بتعليماته. الله سبحانه وتعالى من اتبع هذا القرآن جعل له سبل السلام يصل إليها بأمان، بسلامة، باطمئنان، ينجو، يفوز، فينتفع الناس بكتاب الله عز وجل في دنياهم وفي أخراهم. في دنياهم ينتفعون منه باجتماع شملهم وقوة جمعهم ووحدة كلمتهم وزوال الشح من نفوسهم والضغائن عن قلوبهم وإفشاء الأمن والسلام بينهم ورغد العيش وطيب حياتهم وانجلاء الجهل عنهم وانجلاء كل رذيلة
بالعمل بكتاب الله عز وجل، وينتفعون به في أخراهم بالأجر العظيم الذي يعطيهم الله سبحانه وتعالى، والنعيم المقيم، والحياة الخالدة التي لا يشوبها نصب ولا تعب ولا هم ولا عناء ولا كدر على الإطلاق. هذه هي البركة الموجودة في هذا الشهر، ينتفع الناس بهذا الشهر المبارك. شهر هو عند الله أفضل الشهور، لا يوجد شهر أفضل من هذا الشهر عند الله سبحانه وتعالى. وأكد رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الأفضلية بقوله: أيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. يعني جميع آنات هذا الشهر المبارك هي أفضل من جميع الآنات في باقي السنة. وفي هذا إشارة وتنبيه لمن لم يتنبه في سائر شهور سنته أن انتبه في هذا الشهر، انتبه إلى نفسك. كفاك غفلة، كفاك بعدا عن الله سبحانه وتعالى، كفاك له، توجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، أقبل على الله سبحانه وتعالى يمحو لك ما فعلته في سائر شهور سنتك إذا توجهت إلى الله في هذا الشهر. ولذلك خصه الله سبحانه وتعالى من بين شهور السنة، حتى شهر رجب وشعبان على عظمتهما هذا الشهر أفضل منهما شهر رمضان. فإذا على الإنسان أن يتلافى التقصير الذي يحصل أو حصل له في سنته، خصوصاً وأن في هذا الشهر المبارك ليلة واحدة أفضل من عمر الإنسان بأسره، ليلة واحدة. وهذا من جود الله، من كرم الله، من عطاء الله، من نعم الله، من فيض الله اللامتناهي على عباده، أن جعل ليلة واحدة تعدل عمر الإنسان، بل هي أفضل من عمره، حتى يرجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يترك الغفلة، حتى لو قصر في باقي أيام وليالي سنته وشهور سنته، هنا يلتفت لنفسه، لا يدع الفرصة تفوته، يعمل في هذه الليلة ويجد ويجتهد، وفي هذا الشهر حتى يحصل على ثواب 1000 شهر، بل هي خير من 1000 شهر. ليلة واحدة جعلها الله سبحانه وتعالى خير من 1000 شهر. هل هناك كرم؟ هل هناك جود؟ هل هناك رحمة؟ هل هناك مغفرة أعظم من هذا؟ فإلى متى إذن يقبل الإنسان على ربه؟ إلى متى يكون مدبراً عن الله غير ملتفت لنفسه؟ إلى متى لا يكون الإنسان سامعاً لنداء الله عز وجل وهو يناديه على الدوام؟ فإذن هذا هو حقيقة هذا الشهر. أعظم من ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، أعظم من هذا يقول: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. الله هو الذي يضيف عباده، الله يعد الموائد لهم، هذه موائد الرحمة، موائد المغفرة، موائد الكرامة، هذه الموائد الروحية التي ينبغي للإنسان أن يتزود منها، أن يأكل منها ويشرب منها، كما ورد عندنا في الخبر ويعلق عليه الإمام قدس الله نفسه الزكية. عندنا رواية واردة عن الرسول أنه يقول: أبيت مع ربي يطعمني ويسقين.
الإمام قدس الله نفسه الزكية يقول: ما هو هذا الطعام الذي يطعمه رب العزة إلى نبيه؟ وما هو هذا الشراب الذي يسقيه رب العزة إلى نبيه؟ هذا الظاهر إشارة إلى الآية المباركة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، طهرهم، طهر وجودهم بهذا الشراب. فأقبلوا عليه، أقبلوا إليه بكل وجودهم. فهذه هي المائدة المعدة، هذه هي حقيقتها. فيتوجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ليأكل من هذه المائدة ويتزود منها. الإنسان إذا كان في ضيافة إنسان عادي فإنه يخجل أن يسيء الأدب في بيت مضيفه، يحافظ على بيت مضيفه، ما يقوم يكسر الأواني ويكسر يخرب المكان ويعفس، صح ولا لا؟ نحن الآن في ضيافة الله عز وجل، تحت رحمة الله عز وجل، عند الله سبحانه وتعالى، بنظر الله، تحت عين الله. فينبغي لنا أن نحافظ على المكان وعلى الزمان وعلى حرمته وعلى قدسيته، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ونلتزم بآداب الضيافة، وننهل من هذه المائدة الإلهية العامرة بالخيرات والفيوضات والبركات والمغفرة والرحمة والنعم الجمة التي تفاض من قبله عز وجل على عباده. أعظم من ذلك أيضاً يقول الله، يقول الرسول: وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. الله يكرم عباده، كرامة لك عند الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، فتوجه إلى الله وخذ هذه الكرامة لتفوز بسعادة الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرم عباده. أي لطف إلهي، أي حنان إلهي هذا الذي يتحنن به الله سبحانه وتعالى على عباده، كما ورد في قوله تعالى: وحنانا منا وزكاة وكان تقيا، في قضية يحيى. الله سبحانه وتعالى حباه بحنانه، بعنايته، بألطافه، لأنه كان مستحق. فأي إنسان يستحق هذه الرعاية الخاصة، هذا الحنان الخاص من قبل الله سبحانه وتعالى يفيضه عليه. المهم الإنسان يدخل في حصن الله عز وجل حتى يرعاه الله سبحانه وتعالى ويحافظ عليه ويبعد عنه المكاره والأضرار والأسواء. الله سبحانه وتعالى يربي عباده، يربيهم إذا توجهوا إليه، إذا رأى منهم القابلية والاستعداد لذلك، فيفيض عليهم دائما وأبدا. فلذلك الإنسان عليه أن يهيئ الظرف ويهيئ القابل حتى يفاض عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون تحت عناية الله، تحت ألطاف الله، تحت رعاية الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يرعاه، الله هو الذي يحفظه، الله هو الذي يدافع عنه، الله هو الذي يكفيه الأسواء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيه كل خير إذا أصبح الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر فرصة كبيرة لأن يكون الإنسان فيها مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الزكاة، الزكاة من الزيادة، من النماء، من التربية، فيزيد له في الفضل، في الخير، في الرحمة، في النعمة، في المقام، في الإحسان إليه، في التقرب، في الزلفة، في الكرامة لديه سبحانه وتعالى. أيضاً في هذا الشهر أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول. يعني اعمل في هذا الشهر الصالحات، اعمل في هذا الشهر فإن الله يقبل منك، اعمل، افعل، أقدم، فإن الله سبحانه وتعالى بجوده وكرمه يسد النقائص الموجودة في هذا العمل فيقبله، فيأخذه كاملا. احنا بطبيعة الحال لن نستطيع أن نأتي بعمل تام كامل،
لكن الله سبحانه وتعالى يسد هذا الخلل، يسد هذا النقص. دعاؤكم فيه مستجاب، فادعوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وألحوا عليه بالطلب. ادعوا لأنفسكم، وادعوا لأرحامكم، وادعوا لجيرانكم، وادعوا لأصدقائكم، وادعوا للمؤمنين والمؤمنات، ادعوا للمرضى بالشفاء العاجل، وادعوا للأسرى بالفكاك والخلاص من الأسر، ادعوا للإسلام والمسلمين بالنصر والغلبة على أعدائهم، ادعوا أن يصلح الله سبحانه وتعالى أحوال المسلمين وأن يوحد كلمتهم للخير. ادعوا الله عز وجل بالفرج لصاحب العصر والزمان. ادعوا الله للموتى بالرحمة والمغفرة وللأحياء بقضاء الحاجات. ادعوا الله سبحانه وتعالى، شهر الدعاء. واسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فلنبدأ من الآن بالاستعداد الجاد لصوم هذا الشهر الفضيل والتزود بالتقوى وعدم هجر كتاب الله عز وجل والمواظبة على قراءته والعمل بتعاليمه. فإن الرسول يقول: فإن الشقي كل الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. إذا إنسان يخرج من هذا الشهر وما استفاد، ما غفر الله له، ما رحمه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشقي. مع وجود كل هذه الأمور التي هيأها الله سبحانه وتعالى للمغفرة، للرحمة، للكرامة، للفضل، ويخسر، لا يستفيد من هذا الشهر المبارك، هذا الشقي، واقعاً شقي، ما استفاد من هذا الشهر المبارك. أيضاً علينا أن نحترم الكبير، نوقر الصغير، ونصل الأرحام، لا نقطع الأرحام في هذا الشهر المبارك. فإذا شخص عنده خصومة مع أحد أقاربه، خلي يصلح بينه وبين ذلك الشخص، خلي يبادره هو، خلي يطلب منه أن يغفر له، يسامحه، يعتذر منه، حتى لو كان مقصر أنت صير أحسن منه، اذهب إليه، افتح صفحة جديدة معه في هذا الشهر المبارك. يحفظ الإنسان لسانه في هذا الشهر المبارك، يغض بصره عن الحرام، ولذلك وردت هذه المعاني في هذه الخطبة المباركة: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس، يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله فيها إلى عباده بعين الرحمة، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. وهذه الخطبة عظيمة جدا، لو أن الإنسان يكتبها في ورقة ويضعها في جيبه ويقرأها يومياً حتى يلتفت إلى هذه المضامين العالية الموجودة فيها ويطبقها، لكان هذا أمر حسن جداً إذا إنسان يفعل هذا الشيء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيام هذا الشهر المبارك وقيامه وتلاوة كتابه فيه، وأن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. اللهم قضي حاجة كل محتاج، اللهم فك كل أسير، اللهم شافي كل مريض، اللهم قضي دين كل مدين، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم انصر الإسلام وأهله، وخذل الكفر وأهله،
اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.